أشاد أنصار الوداد الرياضي بالمستوى الذي أظهره لاعب شعيب فيضي خلال المباراة التي جمعت بين الوداد الرياضي والمولودية الوجدية يوم الأحد لحساب مباريات دوري أحمد نتيفي. وشارك المهاجم الودادي بشكل أساسي في المواجهة المذكورة وبصم على مستوى جيد، كما أنه سجل هدفي النادي الأحمر في المباراة. وكان اللاعب المذكور حبيس كرسي الاحتياط بفريق الوداد الرياضي ولم يشارك في مباريات رسمية، وذلك في ظل تألق اللاعبين الأساسيين. أضم فريق الوداد الرياضي اللاعب فيضي خلال مرحلة انتقالات الصيفية الماضية قادما من فريق نجم الشباب بموجب عقد مدته 3 مواسم. تصدر الإشارة إلى أن المباراة المذكورة انتهت لصالح المولودية الوجدية بنتيجة 4-2.